السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أيمن من موقع ويندوز فون إريبيا، الموقع العربي الأول المتخصص في نظام تشغيل ويندوز فون. معكم النهاردة علشان نشرح طريقة تثبيت البرامج بشكل مباشر من أجهزة الكمبيوتر إلى الجهاز. إحنا كلنا عارفين إن أجهزة ويندوز فون فيها متجر البرامج المعروف باسم ويندوز ستور، اللي فيه كل البرامج اللي نقدر نثبتها من خلال التطبيق. ولكن أحيانا بيكون الواحد فينا قاعد قدام الكمبيوتر وحابب انه ينزل البرامج بشكل مباشر من الستور الموجود على موقع ويندوز فون للموبايل من غير ما يروح يدور على نفس البرنامج مرة تانية على الستور علشان يثبته. قبل ما نستخدم الطريقة اللي احنا هنشرحها دلوقتي، لازم نتأكد ان الجهاز مستعد انه يقبل التطبيقات بشكل مباشر من الستور، ودوت هيكون عن طريق ان احنا ندخل على الاعدادات وننزل لحد ما نلاقي الاختيار اللي هو فايند ماي فون. ومن فايند ماي فون هنلاقي اختيارين، لازم الاختيار الاول فيهم اللي هو always use push notifications not SMS to send comments and apps to my phone. لازم الاختيار دوت يكون عليه علامة صح، الاختيار ده لازم يكون عليه علامة صح. إذا ما كانش الاختيار دوت عليه علامة صح هنحطها، وفي الحالة دي نكون ظبطنا التليفون أو انتهينا من الجزء الخاص بالتليفون علشان يقدر يستقبل البرامج بشكل مباشر من الكمبيوتر ومن موقع ويندوز فون. من جهاز الكمبيوتر هنفتح موقع ويندوز فون دوت كوم. في موقع ويندوز فون هنقدر نعمل سيرش على اي برنامج احنا عايزين ندور عليه، وليكن مثلا برنامج جوالك حياتك. برنامج جوالك حياتك دوت برنامج لموقع شقيق لينا، وهو متخصص في اخبار انظمة التشغيل والتقنية بشكل عام. اول ما نفتح التطبيق هنعمل بحث عنه، هنلاقي البرنامج ومعلومات عنه وصور الخاصة بيه، وتحت هنا في الجزء الخاص بكلمة انستول. علشان اعمل انستول للبرنامج على الموبايل لازم الاول اتأكد ان انا عامل ساين ان، يعني انا دلوقتي هختار انستول، ولكن قبل ما اختار انستول لازم اتأكد ان انا عامل ساين ان على المتجر الخاص ب ويندوز فون. هنعمل ساين ان بنفس الاكونت الموجود على الموبايل، يعني شرط ان البرنامج يتم ارساله من ويندوز فون ستور من على الكمبيوتر للموبايل وتثبيته بشكل تلقائي، هيكون ان احنا لازم نعمل ساين ان على الكمبيوتر بنفس الاكونت اللي موجود على الموبايل. هنعمل ساين ان، وبعدين نختار انستول اذا كان البرنامج مش موجود عندنا على الموبايل من قبل، او ري انستول اذا كنا عايزين نعمل اعادة تثبيت للبرنامج. طبعا انا علشان البرنامج بالفعل موجود عندي، احنا ممكن نروح في القائمة الرئيسية ونختار مثلا نشوف البرامج related، وليكن مثلا برنامج السبحة، ونقول install. هنلاحظ انتقال المتصفح لصفحة جديدة فيها اسم البرنامج والايقونه بتاعته وسعره اذا كان ليه سعر او حالته ان هو مجاني، وبيقول لنا this app will be sent to your phone immediately، ان البرنامج هيتم ارساله للتليفون بتاعك دلوقتي. لو انت عايز فعلا تتمم عمليه التحميل هتدوس على get app، او عايز تتراجع هتدوس على cancel. فاحنا هندوس على get app
وهو دلوقتي الكمبيوتر بيعمل عملية اتصال أو محاولة وصول للموبايل علشان يبدأ ينزل البرنامج بشكل مباشر عليه، ودوت من خلال البوش نوتيفيكيشن زي ما سبق وقلنا في بداية الشرح. وفي خلال ثواني هيتم إرسال البرنامج للموبايل، وده اللي هيبان في الشاشة الثالثة أو الأخرانية اللي هي بتقول لك تم إرسال البرنامج للموبايل بالفعل. ولكن إذا كانت مساحة البرنامج كبيرة فلازم يكون في اتصال واي فاي علشان البرنامج أو اللعبة تنزل، وبكده تقدر تكمل رحلتك مع الستور وتنزل أي برامج وأي حاجات أنت عايزها من على الكمبيوتر بشكل مباشر بدون الحاجة إن أنت ترجع تدور على نفس البرامج تاني من الستور في الموبايل. ودي طريقة سهلة وسريعة لتثبيت البرامج والوصول إليها عن طريق جهاز الكمبيوتر وتثبيتها على الموبايل بشكل لاسلكي بدون ما تكون محتاج ان الموبايل يكون موجود في ايدك. نفتكر بس ان شرط ان احنا نكون عاملين ساين ان على اكاونت مايكروسوفت الخاص بينا من الموبايل، وساين ان بنفس الاكاونت على ويندوز فون ستور في موقع ويندوز فون. نشوفكم في الشرح الجاي، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب.